Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. Idan atamanna an takunu bi alfi khair antum wa kullu muta'izzun min aqaribikum wa ma'arifikum. Idan, je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. Idan ana zid sa'id li ataqassam ma'akum ma'arifi fi maddat ar-riyadiyat. Idan lazinna nadrusu hadha al-kitab alladhi huwa l'univers plus en deuxième année maths. إذن وصلنا إلى صفحة. On a dans la page 60 l'exercice 30 qui dit calculer A qui est égal à x à la puissance 3, puis B qui est égal à 2x à la puissance 3 moins 3x au carré plus 5. On va dire que بالنسبة لx est égal à 4, بالنسبة pour B x est égal à moins 2, pour x est égal à 5 demi. إذن بالنسبة لهذا A بتحسبها بالنسبة لهذه الحالة الثالث و B بهذه الحالة الثالثة هنا غوزالي أفواغ سيكا يعني غادي يكون عندك ستة ديال النتائج. إذن غادي تكتب أنت جو كالكول تبع ما يلير ديريك جو كالكول A كي تيكال A إكس أو ثلاثة عفوا A تيكال إكس ثلاثة إكس أو كوب بوغ الحالة الثالث. إذن ركزوا معايا مزيان. إذن هذا بالنسبة ل A بتكتب إكس تيكال 4 إذن هذا x على بوسوس خو بتعوضها بأربعة. إذن أربعة أس ثلاثة علاش كتبنا 4 على بوسوس خو حيت عطاونا x يتيكال 4 بتولي x على بوسوس خو هي 4 على بوسوس خو هي 4 فوا 4 فوا 4 حتى نعرفو 4 في 4 هي 16 نضربها في 4 بتعطينا 64. بين انت بغيت تكتب A يتيكال 64 وتأثرها باش يبان بأنك لقيت النتيجة ثم ننتقلو ل x يتيكال موان 2. ملي تتكون x يتيكال موان 2 بتكتب a يتيكال موان 2 او كوب ولا على بويسونس 3 سا فو دير موان 2 ملتيبلي بار موان 2 ملتيبلي بار موان 2 موان 2 ملتيبلي بار موان 2 هي 4 ملتيبلي بار موان 2 تتبقى بوحده. هاد ناقص مع ناقص تمشي تعطينا 4 حيت ناقص في ناقص يعطينا زائد سميت زائد تعطينا 4 تنضربها في ناقص 2. اذا لاحظ وقت ما كان هاد لا بويسونس ولا هذا ليكسبوزون كان امبير يعني عدد فردي راه تكون دائما تيبقى لا نيغاسيون تتبقى لو سين موان تيبقى موان. هاي كاين عندها هنا كاينه موان هاي. اذا بغينا نحصلوا على ا ايتيغالا موان 4 موان 8 عفوا علاش درنا موان 8 حيت 4 مضروبه بجوج هي 8 وتتبقى ديك ناقص. اون باس مانتونا اكس ايتيغالا 5 دومي يعني 5 على 2. اذا بغينا نكتبوا حيت قال لك كالكولي خاصك تحسب. اذا عندنا A est égal à 5 sur 2 à la puissance 3. يعني خاصنا نضربو 5 على 2 مضروبه 5 على 2 مضروبه 5 على 2 ثلاثه المرات يعني بتكتبوها ثلاثه المرات وتنديروا عمليه الضرب. اذا 5 في 5 هي 25 على 2 في 2 هي 4 ونضربوها في 5 بتعطينا الفوقانيين بتعطينا 125 وبنا نقسموها على 4 في 2 هي 8 وتنديروا عملية حسابية. إلا ما عرفتيش تستعمل الآلة الحاسبة لأن ما منعكش من الآلة الحاسبة وتقدر مثلا تستعملها بيديك تدير 125 شحال فيها من سميتو إذا 12 شحال فيها من 8 واحد تبدا تلقى الإجابة ديالك هي 15.625. هنا دروكا بغينا ننتقلو لبي. قالك بي تيكالا 2x على بويسونس 3 موان 3x أو كاري بلوس 5. إذا بغينا نديرها كذلك في الحالات الثالثة يعني ملي تكون عندنا x تيكالا 4 تتعوض بي هي 2x على بيسونس 3 يعني 2 4 أس 3 ناقص 3 ها هي إكس أو كاغي هي 4 أس 2 زائد 5 وتبدا تتحسب. عندنا 4 أس 3 تنعرفوها تتساوي 64 حسبناها شحال مرة حسبناها قبيلة حسبناها هنا ها هي حسبناها هنا ملي درنا إكس على بيسونس 3 عوضناها ب 4 عطاتنا 64. إذا تعطينا بي تيكالا 2 فوا 4 على بيسونس 3 هي 64 ناقص 3 مضروبه في 16 على 16 لان 4 اس 2 هي 16 زائد 5 وتعطينا 128 ناقص 48 زائد 5 وتلقاو بي تيكالا 85. ملي تتحسبوها مزيان تلقاوها 85. وان باس مانتونو بي تيكالا موان 2 هادو كلهم ساهلين. اذا بي ملي تكون بي تيكالا موان 2 تتعطينا بي تيكالا 2 ملتيبلي بار اكس على بيسونس 3 موان 3 كذا تتعوض تتعود هنا. هنا درنا واحد الخطا. اذا هذه راه ماشي موان 2 موان 3 هذه ناقص 2. الانسان دائما راجع الورقه ديالو. انا كنت كنحسب واحد كتبت هنا ناقص 3 بلا شعور ودرتها اس 3. اذا عندنا 2 على في
موان 2 سميتو هذه بتعطينا اكس على بويسونس 3 هي موان 8 حيت ناقص 2 اس 3 هي ناقص 8 ناقص في ناقص بتعطينا زائد لا عفوا هاد ناقص 2 اس 2 هي 4 ماشي 9 اي بتعطينا ناقص 3 مضروبه في 4 هي 12 زائد 5 اذا بتعطينا ناقص 2 مضروبه في ناقص عفوا ما تيبانش ليكم في الشاشه نعاودو من الاول اذا عندنا 2x على بويسونس 3 ناقص 3x او كاري هي ناقص 2 هاد ناقص 2 حطيناه في بلاصه x ودرنا اس 2 زائد 5 تتعطينا 2 مضروبه في ناقص 8 ناقص راه كاينه مضروبه في 3 4 علاش تحولت 4 لان ناقص 2 او كاري هي 4 زائد 5 وتعطينا هاد 2 في 8 16 ناقص 16 ناقص 3 في 4 هي 12 ماشي 17 ناقص 12 وتنحسبو تنحسبو الحساب ديالنا ناقص 16 ناقص 12 هي ناقص 28 زائد 5 بتعطينا ناقص 28 زائد 5 تنعرفو 28 ناقص 5 هي 23 بتولي عندنا بي تيكال ناقص 23 هكذا نكون أجبنا عن الحالة ننتقلو إذا بتكون عندكم بي تيكال موان 23 اذا ننتقلوا للسي الحاله السي ملي تكون عندنا اكس ايتيغالا 5 دومي بغيت تكتبوا 2 اكس او كيوب ناقص 3 اكس او كاري بلس 5 وتنعوضوا هذه اكس ب 5 دومي اذا 2 5 على 2 اس 3 ناقص 3 مضروبه ب 5 على 2 اس 2 زائد 5 تنعوضوا بهم وتنبداو تنحسبوا هي 2 مضروبه في 125 على 8 على جرنا 8 لان 5 اس 3 هي 125 و 2 اس 3 هي 8 هذا الشيء اللي كان داخل القوس هو اللي عطانا 125 على 8 هذا الشيء اللي داخل القوس اس 3 هو اللي عطانا 125 على 8 ناقص هذا الشيء اللي داخل هذا القوس هو عطانا 25 على 4 تنزيدو اذا بتعطينا 2 مع 8 تنختزلو بجوج لان 8 تتساوي 4 في 2 تنختزلو تبقى لنا 4 تتولي عندنا 125 على 4 وتنعرفوا هنا كانت عندنا 4 3 في 25 هي 75 وكاين بيناتهم ناقص زائد 5 اذا تنديروا هادو عندهم ميم دينوميناتور عندهم نفس المقام ايزون لو ميم دينوميناتور اون نيكري لو تري دو دو لا فراكسيون تكتبوا الخط ديال الكسر وتديروا عمليه الطرح اللي بيناتهم 125 ناقص 75 وهذه تتعطينا 50 125 ناقص 75 هي 50 على 4 زائد 5 وتنعرفوا بان 50 تساوي 25 في 2 و 4 هي 2 في 2 تنختزلوا بهم تتبقى لنا 25 على 2 زائد 5 وتنعرفوا 25 على 2 هي 12 ونص زائد 5 تتعطينا 17 ونص ونشوفوا دوك التمرين 31 اش تيقول لنا التمرين 31 تيقول اكخير شاك برودوي سو لا فورم ا على بويسونس موان ان اذا جميع هذه عمليه الضرب هذا الضرب تيبغي تحول انت الى ا على بويس ا على بويسونس موان ان وما قالوش لينا ا واش عدد طبيعي ولا عدد نسبي المهم بغيت تكتب انت غادي يبان لك كيفاش غادي تكتب غادي تكتب انت جيكري شاك برودوي سو لا فورم ا على بويسونس موان ان وبغيت تكتب ا تيغال 1 سور 7 ملتيبلي بار 7 ملتيبلي بار 7 اذا هادو اللي تحت تعطينا 7 على بويسونس 3 هادو اللي تحت 7 3 المرات هي 7 على بويسونس 3 وملي ملي فوقها واحد يعني واحد مقسوم عليها تنطلعوها الفوق تتعطينا 7 على بويسونس موان 3 درناها بشحال من تمرين ملي تكون عندك 7 على بويسونس موان 3 هي 1 على 7 اس 3 ولا ملي تكون عندك هذا موجب تدير هذاك اللي تحت سالب اذا 1 سور 7 على بويسونس 3 هي 7 على بويسونس موان 3 وتنكون بهذه الطريقه عوضناها عوضنا ا ب 7 و ان ب 3 ماشي ناقص 3 ان هي 3 في هذه الحاله وننتقلوا للبي عندنا بي هي 1 على 3 5 المرات هي 3 فوا 3 فوا 3 فوا 3 5 المرات بغيت تكتب ايتيغال 1 سور 3 على بويسون 5 ونفس الطريقه اللي درنا في هذه هي هذه 3 على بويسون 5 بتعطينا 3 على بويسون موان 5 افيك ا ايتيغال 3 ان ايتيغال 5 عندو العمليه السي عندنا 1 على ناقص 6 مضروب في ناقص 6 4 المرات اذا بنكتبوا 1 ايتيغال سور 1 سور موان 6 على بويسون 4 وتنعرفوا كي قلت لكم الا كانت ليكسبوزون داك الاس ديالها ولا الاس ديالها
عدد زوجي تتحول هذا الشيء إذا كان هذا ناقص تتحول إلى موجب تولي 6 على بويسونس 4 خلينا ناقص 6 على بويسونس 4 بحال 6 على بويسونس 4 خلينا ناقص 6 في ناقص 6 المرة جوج مرات تعطينا بليس وناقص 6 في ناقص 6 تعطينا بليس وتعطينا 6 على بويسونس 4 وتنطلعوا تولي عندنا 6 على بويسونس موان 4 نشوفوا دروكا الحالة الثانية إذا عندنا هنا 1 سور موان 5 ملتيبلي بار موان 5 ملتيبلي بار موان 5 تعطينا ناقص 5 أس 3 وتنحول الفوق تتولي عندنا ناقص 5 على بويسونس موان 3 أ إيتيكال موان 5 و إن إيتيكال 3 وهكذا نكون أجبنا عن التمرين 31.